محمد والله موضوعي ما هو فني، انا جالس اتكلم كنت على موضوع كيف الاستثمار فقط كيف والله. اي مكان في العالم، اي مكان في العالم التقييم هو فني، اي تقييم في العالم هو فني. الناس تطلع تقول افضل رئيس في تاريخ الاتحاد احمد عمر مسعود بسبب انه حقق هاتريك دوري من 3 سنين، الناس تقول منصور البلوي هو افضل رئيس في تاريخ نادي الاتحاد بسبب 2 دوري أبطال آسيا وبسبب دوري وبسبب 4 العالمية، الناس تقول انه طلعت لامي اعاد الاتحاد لوهجه الطبيعي ورجع حقق معاه الدوري. يعني كل الكلام يرجع فني. إدارة أنمار الحالي ليش ما نتكلم عليها فني؟ ليش الفريق الوحيد اللي على مستوى السعودية ما عنده أساسا دكة؟ ليش النادي الوحيد اللي في السعودية يلعب بدون محاور؟ رايح تلعب ضد الشباب، رايح تلعب ضد الشباب بعد يومين بالمناسبة يوم الاثنين، وبكل قبح راح تلعب بدون محور دفاعي، ما عندك محور دفاعي. وبعد كده يطلعوا البكاري وصبيانه وشلتهم وزمردهم تفلك على المدرب. يعني لا يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب. كل الناس غلط إلا إدارة الاتحاد، كل مدربين الاتحاد غلط إلا كل المدربين غلط، إدارة الاتحاد مو غلط. وإيش هذه إدارة الاتحاد؟ وإيش إدارة الاتحاد الساحرة هذه اللي ما عندها دكة؟ متى الاتحاد كان عنده الدكة هذه؟ محمد إذا أنت بكلامك موجه لي فأنا أتفق معك في كل الكلام اللي يا سلام قاعد، يا سلام بندر أنا قاعد أتكلم تتفق معايا، قاعد تتفق معايا وتقول في إيجابيات. أنا إيه أبغى في إيجابيات، في إيجابيات أنا أبغى أسمع، أنا أبغى إيجابياتهم غير محترفينهم، أبغى إيجابياتهم غير محترفينهم والعبود. وإيش الإيجابيات اللي بعد 4 سنين؟ إيش الإيجابيات؟ طيب محترفينهم بس... هم أفضل محترفين في الدوري باستثناء برونو فريكي وطارق ذا هيلدر لسه على الوقت معاه، محترفينهم ممتازين. وحتى ما جابوا رومارينيو وحتى ما جابوا جروهي محترفينهم ممتازين. صفقة العبود كانت ممتازة. ايوه ايش فيه كمان اشياء ممتازة غيرهم؟ طيب انا زكريا اللي توه شهرين، سعود عبد الحميد النجم الدولي، عبد الله المالكي اللي جبته ومشيته، هذه صفقاتك. الصيعري هارون كمارة، ما ابغى اقلل ترى، انا ترى هارون كمارة ترى الى اليوم ترى معلوم فيه. هارون كمارة المدرج كان كله يبغاه، كل المدرج يبغاه، ولا أحد يقدر ينكر الكلام هذا. هارون كمارة اليوم لو فشل وفشل، ترى إدارة أنمار الحالي ما تتحمل 1% من فشله، ما تتحمل بالنسبة لي ولا 1% من فشله، لأن المدرج كان كله يبغى كمارة، كل المدرج يبغى كمارة. أنا رحت لبيت لكم لاعبكم وجبته، جبته لكم وفشل، إيش أسوي لكم؟ أنا كرئيس هنا ما قصرت، لكن أنت كرئيس هل سويت الأشياء الباقية؟ محور 8 يا رئيس من بداية كل صيف 4 سنين، أو ما نقول سلام عليكم نقول محور 8 يا رئيس، ما في محور 8. طيب والله برونو هريك انا ما اقدر امشيه، هات لعيبه دكه. طيب يا كابتن هات لعيبه دكه، فجاه ترسل لي اعلاميينك وترسل لي الناس المقربين منك واللي يطلعوا في المساحات يقول والله الانديه ترفع علي. اكيد الانديه تعرف انت ما حتسجل في الشتويه، اكيد الانديه اكيد هي لها عليك الخط. الهلال اليوم حس انه ما يسجل راح جاب 6 7 لعيبه، انت ما حسيت انك بتسجل ايش رحت سويت؟ جيب زكريا لاعب احد ممكن يكون نجم والى الان ترى يشاد له، لكن لاعب كان في احد العام. روح جبت مين؟ طارق حامد اللي المدرج كان كله الى 95% مختلف معاه. روح جبت هيلدر صفقه المدرب، روح جبت الصيعري. هذه هي صفقات الفريق اللي يبغى يروح، لازم يروح يجيب دوري. اللي الفريق لازم ينافس الهلال والنصر، النصر هذا اللي يجيب اسبينا ويجيب كونان ويروح يجيب جوستافو ويروح يجيب كريستيانو رونالدو في الشتويه، شوت ابو بكر يروح يجيب كريستيانو رونالدو وعنده 100 لاعب محلي ولاعب محلي 30 مليون عبد الرحمن غريب يروح يجيبه. هذه هي هذا النادي اللي انت لازم تنافسه على الدوري. اللي يروح يجيب رودي غارسيا يتفاهم معه من 9 اشهر وانت قبل الدوري باسبوع واحد، ما تعرف انك بتبقي كوز من كونترا ولا تمشي كوز من كونترا، ما تعرف هو باقي معاك ولا هو ماشي معاك. هذه كل الاشياء مين اليوم يتحملها؟ هذا هلال دياز. كل الناس يقولوا الهلال عنده اصابات، مين انت؟ نجمك الظهير اليسار اللي لعب كان العام لعب احد، كان العام لعب احد. حمد الدوسري اللي لعب معاهم والناس يضحكوا عليه، حمد الدوسري لعب القادسيه، لاعب القادسية يلعب في دوري ممتاز وفي مع الهلال موجود من 2 سنين. سعود عبد الحميد، جانك البلاهي، المعيوف، العويس حارس المنتخب في الدكة، المالكي لاعب المنتخب في الدكة. يعني تتكلم عن فريقين في الهلال، والهلال عنده غيابين والناس تقول لك غيابات الهلال. تخيل انه رومان دياز يطلع، هذا الشخص اللي عمر امه ما يسيب الكرة لحد، يطلع يقول انا غيرت التكتيك وهو انجبر ولا هو قادر يطلع من ملعبه. تخيل انه هذا المدرب المحترم لو كان عنده في الدكه لاعب زي سميحان النابت، زي سميحان النابت بس البيش اللي قاعد يتمشى في الملعب، هذا ما سحبته. لو كان عندك محور 8 يا شيخ، انا ما اقول لك روح جيب افضل محور 8 في العالم
ما اروح اقول لك جيب افضل محور ثمانية، روح جيب يا شيخ اقل محور ثمانية بس يقدر يلعب كوره، يقدر يلعب كوره مع الفريق. هذا الكلام كنا كله نقوله من الصيف، من الصيف الكلام هذا، ويجي من طين ويجي من عجين. نفس المدرب هذا اللي يجي حصل حمد الله موقف بسبب إداري، يوم ما يجي الاقي مهند الشنقيطي موقف 7 مباريات. كل الاشياء هذه نحن قاعدين نتحملها والفريق قريب من الصدارة. ثم البعض يقول والله العظيم إيجابيات إدارة المار، إيجابيات إدارة المار لو نحسبها من 10 عندهم 5 من 10، وخمسة من عشرة في إدارة نادي الاتحاد هذه أمر سلبي، وخروجهم ممتاز يكون في الاتحاد. إذا أنت ما تقدر تدي 9 من 10، لا يجيني شخص يقول والله حاتم جمجوم باعيش مدري مين إبراهيم. أنت ما تمشي الشخص إلا تبغى الأفضل منه، ما تمشي الموجود عندك إلا اللي تجيب الأفضل منه. كل ما نرجع للقديم، خلاص إذا هذا القديم اللي عندك هذا الموجود بس يلعب فيه، خلاص لا تقول أنا نادي، لا تقول أنا نادي أبغى بطولات. أنت نادي تبغى بطولات، استراتيجيتك مو بطولات. وين البطولات في استراتيجيتك؟ وين البطولات في استراتيجيتك؟ هل أنت اليوم موفر فريق يجيب دوري؟ هل أنت اليوم موفر فريق يجيب دوري؟ هذا السؤال. هم يقولوا دوري، أنا متأكد إنه في أول ما تعاقدوا مع نونو قالوا له دوري، زي ما قالوا الكوزمن وزي ما سووا مع كاريل لنهاية الموسم. أنا متأكد إنهم قالوا له دوري، متأكد من الشيء ده. هل هم عندهم إحساس داخلي إنه موفر فريق دوري؟ هل هم يوم يشوفوا دكتهم ويروحوا يشوفوا دكة الأندية الثانية ما يشعروا بالغبنة؟ ما تشعر بالغبنة يا بندر أنت لما تشوف النصر يجيب من دكة 8-7 لعيبة، النصر ماسك الجيم على الهلال ينزل عبد الرحمن غريب وعنده الغنام مستبعد، أنت تروح تلتطف بمين؟ بالصيعري. ليه ما لعب الصيعري بدري؟ ها الصيعري اللي هبط العام ليه ما لعبته بدري؟ هذه إمكانيات فريقك. لاعب 10 فنان مبدع تحوله 8 لأنه إدارتك قالت أنا ما أقدر أجيب طارق حامد مدرج كله عليه. لا طارق حامد، لا أنا بجيب طارق حامد. هذه كل الأشياء مين قاعد يدفع ثمنها اليوم؟ مو نحن؟ 5 من 10 في الاتحاد غير مرضي يا بندر، غير مرضي 10 مرات. ولو عندهم نجاح الإدارة هذه في 3 مواسم، موسمهم الثاني كان ناجح وموسمهم الثالث كان ممتاز، إلى أن هم قلبوه، إلى أن هم قلبوه وخلوه أسوأ موسم في مسيرتهم. هذه مشكلتك أنت اليوم، لو ما تعرف تحل مشاكلك ما تقدر تمسك الاتحاد. هذه مشاكلنا مع إدارة المار، ولا في النهاية إن شاء الله مو يجيب بطولة، إن شاء الله يجيب 150 يا شيخ. أي مين يجيب بطولة في الاتحاد نحتفل معاه. حسين عبد الغني هذا اللي ما أطيقه يجيب بطولة في الاتحاد، هذا أحسن شخص في العالم. تجيب بطولة الاتحاد أنت حبيبي وصاحبي وكل شيء، لكن أنت ما قاعد تجيب لي شيء. ومع ذلك المطبلين موجودين. يعني أنا أول مرة أشوف إنه النقد موجود في الاتحاد، التطبيل موجود. أي أحد ينتقد هذا يبغى مدري مين، وهذا يبغى مدري مين، وهذا يبغى مدري مين. لكن أنت طبل، أنت 100 100 وأنت ممتاز وأنت تحب النادي. أنت تنتقد أنت عدو النادي. هو ما يقولك أنت ناقد، ما يقولك أنت مطبل. إن شاء الله بندر تكون واصلة لك كاملة مكملة. الله محمد، أنا بس أعاتبك على حاجة واحدة، دائما متعصب وصحتك تهمنا. روق والله العظيم سليمان، مطبلين مو يجننوك، يتعبوك في حياتك يا اخي. طبل لي شخص ناجح، والله 100 100 انت بتطبل لي شخص ناجح. يعني العام لو كان في تطبيل ونحن محققين الدوري، يعني قبل العام يوم جابوا الثالث والشتويه، كل العالم تعرف انه بيرجو فيتش دائما يجيب دوري. كل العالم طلعت الاداره بكل مرجله كده، يا جماعه الخير نحن الفريق هذا نثق فيه، ونعرف يعني ايش نثق فيه، يعني ما يقدروا يسجلوا، وكلنا وقتنا يد واحده معاهم. روحوا يا جماعه الخير، مين يشيل بيرجو فيتش؟ كيف تشيل فلوس بيرجو فيتش يا جماعه الخير؟ خلاص يا جماعة الخير ندفدفها، ندفدف الأمور، عادي نخسر الدوري نهاية الموسم مو مشكلة، ما كان هدفنا أساسا، عادي نخسر يا جماعة الخير مو مشكلة، ندفدف الأمور. نحن ما جبنا دوري من 10 سنين، ما راح نموت. أوكي ماشي إدارة المار، روح. وراحت جابت الثالث مع نهاية الموسم، قدمنا لها أكبر شكر، وتدخل حسابي ومساعاتي كانت كلها شكر لهم. بدأ الموسم بدأنا بمعسكر سيء لهم، ومع ذلك خسرنا نهائي العربية، ورجعنا خسرنا أول مباراة في الدوري، ويطلع كريم الأحمدي يطلع ينتقد معسكرهم. مع ذلك راحوا جابوا كوزمن كونتر، إلا المدرج كان كله ضد الرجل هذا وقال ما يجيب دوري. ويوم كوزمن كونتر بعد المعسكر مسك الخط، كنت أنا أول الناس سليمان أنزل العيال. شوف الناس اللي أنا أعرفهم ومون عليهم مو الناس اللي أنا ما أعرفهم. وأنا بالمناسبة للمرة المية أقولها، أنا أعتذر من كل شخص كنت أقول له يا جماعة الخير دفوا الأمور، ما يحتاج نقد. لا يحتاج، كان يحتاج يوم تخسر 5 مباريات
من 5 مباريات ما انت قادر تفوز الا واحده، لا كان يحتاج نقد. وقفنا كل الناس سليمان، كنا نقول مصلحه الاتحاد اهم. هذا بندر واحد من اكثر الناس اللي انا اعز علي، بندر هذا تناقرت معاه على زياد، وبندر اكثر شخص يعرف رايي انا في زياد، لكن كنت اقول له بندر ما في غيره، انا عمري ما انا مقتنع في زياد، اقول له بندر ما في غيره. يقول لي محمد نلعب يمين، اقول له مشي يا بندر ما في غيره. يقول لي يا محمد الدعم الزايد، اقول له مشي، ماشيين دفدف الامور، خلينا نمشي خلاص بنرجع دوري بعد 12 سنه دفف الامور. مع ذلك بعد ما تفشل في الدوري ما يطلع يتكلم، ولا في بيان اعتذار، ولا في اعتذار من الاداره. خسر الدوري ليش تعتذر؟ إيه انت لما تخسر دوري تكون تنافس طول السنه، ما اقدر الومك يعني السنه انت لعبت على الدوري الى اخر ثانيه، الى اخر ثانيه تنافس، يعني لا فرقت انت ب10 ولا ب12 نقطه نقطتين، الدوري بين بعض كده. وخسرت نهايه الموسم وطلعت قلت والله يا جماعه الخير احنا سوينا اللي علينا، اوكي شكرا سويتوا اللي عليكم، فريقكم قاعد ينافس، ايش مشكلتكم؟ ليش خسرتوا الدوري بعد كده؟ نقول لكم ليش خسرتوا الدوري ونرجع للسوق. لكن يوم تفرق وتكون لحالك والهلال ميت ترجع تخسر الدوري ولا كلمه، ولان الناس يقول لك صفقات عشان النادي هذا، عشان النادي هذا مو عشانهم. يعني اروح اجيب محور 8 يعني يلعب معايا في الحاره، يعني يلعب معايا في الدوام، يعني يجلس معايا في البيت المحور 8 هذا، ولا عشان ينفع الاتحاد صياحات ومدري ايش يا جماعه الخير. طب الاتحاد طيب ما حد كان، كل الناس كتير اسكت اسكت خلي السوق ينتهي بعدين نتكلم، اسكت لا تتكلم لين ينتهي الموسم، اسكت لسه ما اخذ 20 سنه كل ما هي فيها اسكت. مش اللي فيه اسكت هذا، ليش اسكت؟ ليش اسكت؟ السوق يا جماعه الخير نقول لهم الدنيا رايحه. تخيل انقاذ السوق كان بعبد الله الجدعاني وحمد بام مسعود، هذا كان انقاذ السوق. احمد بام مسعود بالمناسبه لاعب دكه ممتاز وممكن يخدمك في 4 5 6 مباريات، هذا كان انقاذ السوق، هذا كان انقاذ سوق نادي يبغى يروح يجيب الدوري نهايه الموسم، والمدرب هذا يطلب منه دوري، لازم يطلب منه دوري. نونو مع الكلام اللي نقول مشي ودفوا ومشي الامور لما يكون في اخطاء، مع ذلك احنا كل اسبوع نطالب انه يفوز، كل اسبوع انت تدرب الاتحاد مطلوب منك كل اسبوع تفوز. مع ذلك اوقات انك تنحرج انك تنتقده. يعني انا مباراه الهلال والله العظيم يعني ودي يعني نسحب البيش، ودي اسحب البيش طول ما في احد، خلي البيش، البيش هذا لاعب ممتاز 100% افضل لاعب في العالم البيش، خلي ما عندي غيره. حتى المدرب اليوم يوم يكون في عنده لاعب سيء يا اخي، مو اللاعب يعني كان هو بيتعمد انه يكون سيء، لاعب عادي مباراة عادية يكون سيء، مدرب يبغى يسحبه ما تقدر تسحبه لأنه ما عندك خيارات، فريقك قاعد يلعب بدون خيارات. هذه كل الأشياء، إحنا مين اللي قاعد يدفع ثمنها في النهاية؟ مين اللي قاعد يدفع ثمنها؟ نونو؟ مشي نونو، قبله مشيت كاريلي وكوزمين وسييرا وتينكات ومشيت 10 مدربين. كل مرة مشكلتنا المدرب، متى نعترف نقول المشكلة أساسا مننا؟ متى نعترف؟ متى نعترف؟ متى نقول المشكلة مشكلتنا؟ متى نقول الكلام ذا؟ لما نقول إنه المشكلة مشكلتنا ويطلعوا الناس تبدأ قلبك على الاتحاد، مو واحد أنا أحب حجازي، واحد أنا أحب حمد الله، واحد أنا أحب قروهي، واحد أنا أحب مين جاب قروهي؟ لو أي أنا يعجبني قروهي، مين جاب حمد الله حامد؟ أنا يعجبني حمد الله، مين جاب حجازي كعكي؟ أنا يعجبني ولا أنتقده. لما يصير إنه كل لعيبة الاتحاد وكل المنسوبين في الاتحاد بنفس المكانة راح تكسب كل شيء، كلهم عليهم نقد كلهم، ولا هذا مين جابه ولا مين هذا جابه، شبيح لكل اللعيبة لكل الإداريين ولكل المدربين ولكل الرؤساء. طيب ما في شبيح للكيان؟ والكيان هذا ما له شبيحة؟ نحتاج شبيحة الكيان، منين شبيحة الكيان؟ هم هذول شبيحة الكيان المطلوبين. لاعب يضيع انفرادات عادي، يضيع اللاعب الانفرادات هذه، بينما لاعب ثاني يضيع تسفل. رومارينيو لاعب 5 سنين ممتاز، وش 5 سنين ممتاز؟ يقدم أداء سيء وش تسوي له يعني؟ أنا لاعب يقدم أداء سيء انتقدوا عادي. إدارتك 4 سنين ما تحقق شيء، آخر إدارة في الاتحاد قعدت 4 سنين وما حققت شيء، مين هذه الإدارة؟ مين هذه الإدارة؟ هذه ما لها إلا عم محمد أبو سالم وعم حامد، هذه اللي لها بس هم اللي يقدروا يجاوبونا في الأشياء اللي زي كده. في أحد يا عم حامد أنت وأبو سالم في إدارة قعدت 4 سنين ما حققت شيء؟ بس نوروني. الله يشفيك. قعدت في نادي الاتحاد 4 سنوات إلا منصور وما في غيرهم. منصور هو الوحيد اللي قعد 4؟ الله يشفيك. الله يشفيه وعافيه، جلس بس انقذ الاتحاد على الاقل، بس ما جلس مستمر يا ابو 4 سنين متقطع. ما كمل 4 سنوات متقطعه، ما كمل مين اذا كان عم احمد مسعود الله يرحمه ما كمل 4 سنوات حقته، ثلاث سنين واستقال. يقصد الامير طلال، الامير طلال 4 سنين بس على فترتين.